معكم يعني جاي نشوف اشرح لكم باك اند ديفلوبمنت النهارده. هو عشان نشرح باك اند ديفلوبمنت احنا عايزين برضه نرجع الاول القصه ايه هو الويب اصلا وايه هو الانترنت وايه الفرق بينهم. فاحنا لو عندنا شركه ده الكونتنت بتاع اللي هنناقش النهارده ايه هو الانترنت. احنا لو عندنا شركه اجهزه مربوطه مع بعض فدي بيبقى اسمها شبكات. فلو شويه الشبكات متوصلين مع بعض بقى في شبكه اكبر. فلو في شبكه على مستوى العماره او على مستوى الكليه هنا في مستوى وفي شبكه ثانيه في محافظه ثانيه فبدات الشبكه تكبر. فلو في شبكات متوصله بقى مع بعضها في دول كثيره فدي بقت الشبكه بتاعت العالم كله. فالانترنت هي الشبكه الكبيره اللي بتجمع كل الاجهزه اللي في العالم، الاجهزه اللي هنا في مصر واللي بره واللي في بلاد ثانيه جنبنا. هو ده الانترنت، هي مجرد اجهزه متوصله مع بعضها بس. ايه هو بقى الويب؟ الويب هو الطريقه اللي احنا بننقل بيها البيانات عن طريق الشبكه دي. يعني عندي شويه اجهزه متصلين مع بعض ما بيعملوش اي حاجه. فمفيش هو هي اجهزه مجرد سلوك متصلة مع بعض. ازاي بقى المعلومات دي اللي موجوده مثلا في امريكا مثلا في الاجهزه بتاعت شركه جوجل تجي لي انا عن طريق الويب؟ هو ده الشيء. الموضوع ده بدا يظهر عندنا حاجات انواع نوعين من الاجهزه في الشبكات بتاعتنا. احنا عندنا شبكه مثلا في امريكا بتاعت جوجل الشركه بقى فيها اجهزه عاليه قوي وفيها مساحه تخزينيه كبيره وفيها برفورمانس كبير. فدلوقتي بقى عندنا حاجه اسمها سيرفر. يبقى هو السيرفر ده هو جهاز كمبيوتر عادي بس امكانياته اعلى شويه. وعندنا انا اللي قاعد في البيت على الجهاز على جهازي على اللابتوب او على البي سي بتاعي بقى امكانياتي قليله بستفيد من الخدمه اللي الاجهزه الكبيره دي بتعملها. فبقى عندي حاجتين، بقى عندي كلاينت اللي هو انا والسيرفر اللي هو شركه جوجل او شركه فيسبوك او مايكروسوفت او امازون او اي حاجه. فبقى عندنا حاجه اسمها الكلاينت سيرفر موديل. ان كل حاجه دلوقتي الشبكه الكبيره اللي اسمها لوب دي بتجمع الاجهزه بتاعت العالم. عندنا كلاينت وعندنا سيرفر هو ده كده ده السيرفر كده كبيره. فعندنا الريكوست ريسبونس سايكل اللي هو ان انا عايز مثلا ملفات من جوجل انا ببعت ريكوست مش كويسه تروح له؟ ممكن لو بيعمل اكل كويس تروح.
بس ممكن لو ما ممكن اصلا لو حتى بيعمل اكل كويس وهو واجهته مش كويسه ممكن ما تاكلوش. فهو ده الفرونت اند اللي هو المكان الاساسي اللي هو الصاله بتاعتنا. والباك اند بقى ده المطبخ اللي بيحصل فيه الحاجه اللي بيحصل فيه بقى اللي هو بيعمل فيه اكل وبيبقى هو ده هي دي الفانكشن الاساسيه. يعني هو الموقع الحاجه الاساسيه اللي الموقع بيعملها في الباك اند. فالفرونت اند هو ايه؟ هو اليوزر. اليوزر بيشوف ايه؟ اول ما بيدخل على الموقع الايكونز والبوتونز الفورم مثلا لو انا عندي فورم بملاها الشكل الاساسي اللي الاخبار بس لو هو موقع اخبار مثلا الاخبار دي محطوطه فين بالظبط. وطبعا بتاع الفرونت اند يعني بيطور فرونت اند بيبقى عارف المستخدم انا المستخدم لما ادخل الموقع بتاعه ايه اول حاجه هتجي لي عليها ايه. فالفرونت اند هي بيعتمد على الكلاينت سايد على الجزء بتاع الكلاينت اللي هو انا هشوف فيه. عندنا بقى يعني في لغات ثلاث لغات اساسيه اللي بيستخدمها بتاع الفرونت اند هي السي اس اس الاتش تي ام ال والجافا سكريبت. دول ثلاث لغات اساسيه اي حد بيتعلم فرونت اند. اي حد بيبدا يتعلم فرونت اند بيبدا يدخل على الحاجات الاساسيه دي. الباك اند بقى اللي هو الجزء بتاع المطبخ اللي بيحصل فيه العمليات الكبيره يعني واللي بيبقى فيه بيبقى هو ده الموقع اصلا. انت لو تدخل على جوجل انت ما تدخلش على جوجل عشان الوقت الاساسي بتاعك اللي هو لا انت بتدخل عشان السيرش انجن بتاعك اللي هو الالجوريزم بقى اللي بيدور لك على اللي بياخد الكلمه اللي انت كتبتها بيبدا يدور لك على المرادف ليها وايه احسن الاختيارات بتاعتك والكلام ده تمام. فهو الباك اند بيبقى متعلق بالبرمجه الداخليه برمجه الموقع. هو بيتعامل مع اي حاجه الموقع اي حاجه اليوزر بيدخلها واي داتا خاصه بالمستخدم. يعني انا دلوقتي في فورم مثلا دخلت موقع هسجل فورم مثلا هعمل سيت اب اول مره. فالمفروض ان هو يبقى عارف اذا كان الايميل اللي انا مدخله ده بيجي ولا لا والباسورد اللي انا مدخله ده قوي ولا لا. فهو ده الباك اند بيتعامل مع الكلام ده بيتعامل مع اي داتا اليوزر بيدخلها اي داتا بتاعته اصلا. يعني هل هي موجوده انت لما بتعمل لوجن انت مش متاكد الاول الويب سايت بتاكد لو انت موجود ولا لا وانا متاكد انت موجود ولا لا بيتاكد اذا كان الباسورد اللي انت مدخله صح ولا لا كده. الباك اند بقى البروجرامنج لانجويج كتير في منها الاشهر بالاي بي اتش بي البايثون والدوت نت والروبن بريمز والنود جافا سكريبت في الخط. يعني اتكلمنا كده عن ايه؟ عن الاجهزه السيرفر والاجهزه الكلاينت وعن الدايره اللي بتربط ما بينهم وعن لغات البرمجه. انا السيرفر عليه لغات برمجه. طب العلاقه ما بين الاجهزه دي هل هي مفتوح كده يعني اي جهاز بيكلم اي جهاز باي شكل من الاشكال؟ اكيد لا. اكيد في قواعد زي مثلا انت ماشي في الشارع لو المفروض يعني في اشارات مرور وفي مكان المرور بتاع الناس وانت كشخص بتسوق عربيه انت بتتابع اشارات المرور اللي بيعدي بيتابع الاشارات دي المفروض مش موجود يعني بس يعني في لازم بقى في حاجه بتنظم الداتا اللي بتتنقل على الاجهزه دي. الاجهزه يعني السيرفر هيبعت للكلاينت الداتا دي على اساس ايه؟ بطريقه ايه؟ ده بقى بيوصلنا لنقطه ثانيه اللي هي البروتوكول. البروتوكولز دي القواعد بتنظم العمليه ما بين الاجهزه وبعضها ما بين الشبكه الكبيره اللي هي الانترنت اللي هي الشبكات الاجهزه الكثيره المتوصله مع بعضها. هو ده اللي بينظم العلاقات ده. في بروتوكولات كتيرة يعني أشهرهم هو البروتوكول بيبقى حاجة قواعد بس انفيزبل. يعني أنت بتنفذ البروتوكول بس من غير ما أنت تبقى عارف. يعني أنت وأنت بتبقى عارف وأنت بتطلب مثلا بتكتب فيسبوك في الأدرس بار بتاع جوجل كروم مثلا أنت بتستخدم اتش تي بي بروتوكول. أنت وأنت بتنقل وأنت بتنقل ملفات مثلا بتعمل أبلود أو بتعمل داونلود لملفات أنت بتستخدم بروتوكولز بس انت بتبقاش واخد بالك من الموضوع ده. بس هي البروتوكولز دي موجوده يعني هو ما ينفعش انت تنقل حاجه كده تحت بعض من غير اي قاعده. في بروتوكولات اشهرها الاي بي بروتوكول او الانترنت بروتوكول. البروتوكول ده بينظم الادرس بتاع الاجهزه. يعني ايه؟ يعني مثلا لو في جهاز ايه بيبعت لجهاز ايه؟
ايه؟ هيبعت الجهاز ليه مثلا. فما ينفعش مثلا ان هو بيبعت بيانات، احنا لما بنيجي نبعت بيانات على النت بنقسم البيانات دي لحاجه اسمها باكيتس. يعني زي باكيتس كده، كيلوات صغيره ما بنبعتش ملفات مره واحده. فالباكيتس دي بقى مثلا على شكل مربع مثلا. فانا ايه اللي هيضمني ان البيانات الباكيتس هتتبعت من ايه لحد فين؟ اللي انا عايزه. مفيش مثلا جهاز مثلا سي هتقوم باكيت كده مسقطه ثم ابعتها له غلط مثلا. ده الاي بي بروتوكول، الانترنت بروتوكول هو اللي بينظم الكلام ده. هحتاج عن طريق حاجه اسمها الاي بي ادريس، وده بيبقى رقم مميز لكل شبكه. يعني هو الموضوع بيبقى معقد شويه، اللي حابب يدرس الشبكات هيعرف الاي بي بقى والتوزيعات بتاعته والنات والباتو والحاجات الغريبه دي. بس هي بيعتمد على السورس والديستنيشن. يعني هو بينظم العمليه دي، ان انا هبعت حاجه السورس بتاعها توصل للديستنيشن المطلوب، ما تكونش ايه رايحه في مجال تاني. في الدي سي بي واليو دي بي، دول الاثنين مشهورين. يعني الدي سي بي ده اللي هو ترانسميشن كنترول بروتوكول. دون انت لما تيجي تتفرج على فيديو على اليوتيوب مثلا، او حد بينا او حد زميلك بيبعت لك فايل مثلا، فالفايل ده بيتبعت كامل صح ولا لا؟ يعني ما ينفعش مثلا لو بعت لك خمس فايلات مثلا فيوصل اربعه واحد يسقط صح ولا لا؟ فده الدي سي بي دون حاجه تراست، يعني بيعمل كونكشن ما بين الاجهزه وتراست. لان هو انت هتدي له خمس فايلات يبعتها، فهيبعت خمس فايلات. هتفرج على فيديو هيوصل لي كام؟ مش هاجي مثلا في الدقيقه مثلا خمسه يقوم جاي ايه عدي لي 30 ثانيه كده ويقول لي لا انت مش هتتفرج عليه. لا هو بيبعت لي الداتا مظبوطه. النوع ده بقى اللي هو ضخمه بس هو عكسه، ده اللي دي ده انتراست ده اللي هو اليونت داتا درام بروتوكول. ده هو انتراست. يعني ايه؟ انت ما بتتفرج على حاجه لايف على النت مثلا. انت ممكن مثلا لو النت بطيء مثلا، فانت بيجي مثلا 3 دقيقة مثلا يقوم واقف صعبات يقوم جايب. هل هو بيديك الحاجه الدقيقه اللي راحت منك دي؟ بيقوم داخل على طول في الدقيقه اللي بعدها اللايف. فهو ده اليو دي بقى، هو ده انترست. حاجه يعني بيبعت، بس لو باكت سقطت في نص عادي يقوم معدي ومكمل عادي. هو ما يهموش هل وصلك الباكتس دي ولا لا. ده كونكشن ريكتد، يعني الكونكشن بتاعه تراستد، يعني هيوصل الرساله توصل فيها. ده اليوتيوب كونكشن بس، مش كل الداتا اللي انت بعتها ممكن توصل. هو مش هيضمن لك كده على عكس. في بقى البروتوكول اشهر ده الـ HTTP، ده اللي كان هنتكلم فيه فاضي شويه. ده يعتبر اللي بينظم عمليه نقل ملفات الويب. يعني انا عندي ملف HTML عايز انقله من سيرفر، في كلاينت مثلا عايز الملف ده من السيرفر بتاعي، فهو بيستخدم ال HTTP. حتى في الادرس بار بتاع جوجل كروم هتلاقي مكتوب HTTP، وبعد كده فينشتون، وبعد كده WWW صح؟ مكتوب الكلام ده. هو الهايبر تكست ترانسفير بروتوكول ده هو بروتوكول منظم من العمليه دي، هو اللي بيظبط الدنيا كلها. انا في الاول خالص كنت جاي لك كلاينت والسيرفر، كنت قايل لك ريكوست ريسبونس بتاعها، بس ما كانش في اتش تي بي. ليه؟ احنا دلوقتي بنتعامل مع صفحات ويب. صفحات ويب دي ملفات ويب دي بتتنقل عن طريق اتش تي بي بروتوكول. طب بقى اسمه اتش تي تي بي ريكوست والاتش تي تي بي ريسبونس. معاك؟ ايه اللي بيحصل؟ الفرق يعني بين الاتش تي بي والاتش تي بي اس، يعني ايه الفرق اللي هو اللي بيحصل في الريكوست؟ تمام؟ ايه الفرق يا دكتور؟ تمام. فبقى عندنا اتش تي بي ده البروتوكول اللي احنا بنستخدمه. انا هتعمق شويه في اتش تي بي. انت دي ان هي اللغه اللي بتتعامل بيها السيرفر مع الاجهزه في الويب. انت لما بتبرمج ويب في عندك سيرفر بيتعامل مع جهاز، فاللغه اللي بيستخدمها هي الاتش تي تي بي. هل انت مثلا ينفع اتنين يتواصلوا مع بعض وانت مثلا تحكي ما بينهم وانت ما تعرفش الكلام اللي هم بيقولوه او اللغه اللي هم بيقولوها؟ اكيد لا. لازم تكون انت عارف لغتهم. فال اتش تي بي هو اللغه اللي بيستخدموها عشان يتواصلوا مع بعض. فانا هتعمق فيها شويه. هو الموضوع يعني هو موضوع ال اتش تي بي والبروتوكول ده بالذات انت ما بتقدرش تتخيله، لان هو انت بتعمله كل اي حاجه بتصفحها النت انت بتعملها، انت بتستخدمه. بس انت ما بتبقاش متوقع ان ده بيحصل، ان ده بيحصل في الثانيه اللي انت بتطلب فيها، ان بيتبعت اتش تي بي ريكويست وبعد كده يجي لك الريسبونس، وبعدين البراوزر هو اللي بيتحكم في النقطه دي. انت ما بيجيلكش بقى الايه اللبخ اللي بيحصل واللي
بتتبعت ايه وايه الداتا اللي بتتبعت وايه الداتا اللي بتيجي، فانت ما بتبقاش واخد بالك. بس هي يعني اتمنى ان انا اوصلها. عندنا حاجه اسمها الاتش تي بي ميثودز او فيرتس، دي اللغه اللي بيستخدمها الكلاينت عشان يتواصل مع السيرفر. فعندنا اشهر انا اشهر حاجات يعني جيت وجيت وجيت، هتكلم عن ثلاثه منهم. الجيت ميثود دي تعتبر اشهر ميثود بيستخدم، يعني اللي هي الجيت ميثود دي. دي زي ايه؟ انت عندك سيرفر كمان مثلا هنا وعندك سيرفر، فانت لما بتبعت له اتش تي بي ريكويست بتستخدم الفعل، بتستخدم الميثود جيت اللي هو مثلا ان انت جيت مي سام فايل اللي هو يعني محفوظه جدا او يعني عارفها جدا، اللي هو انت عايز شويه فايلات. اصل انت السيرفر ده انت ممكن تعمل ايه؟ انت مش ممكن تقرا منه بيانات، ممكن تبعت له بيانات، ممكن تعدل عليه بيانات. فايه الفيرب اللي انا بستخدمه عشان او الميثود اللي انا بستخدمه عشان اقرا منها بيانات؟ اللي هو الجيت فالفيرب بتاعي فهو داتا فروم اوت سيرفر، انت بتسحب داتا من اوت سيرفر، انت بتستخدم جيت الميثود ده. الفيرب الميثود الثانيه اللي هي البوست دي. البوست دي لما انت عايز تبعت شويه داتا، يعني داتا مثلا فورم انت بتملاها مثلا، فالفورم دي مثلا فيها الاسم والايميل، فبتتبعت ازاي؟ عن طريق البوست ميثود. في حد مش عندنا اصلا؟ عندنا الميثود الثالثه بقى البوت دي. البوت ميثود دي لما بتحب بقى تحط داتا مش موجوده اصلا، انت البوست كنت كان في داتا موجوده اصلا وانت بتضيف عليها حاجه. يعني مثلا انا عندي داتا بيز مثلا تيبلز مثلا فيها نيم مثلا وايميل، فانا ببعت الايميل بتاعي والايميل بتاعي، فهم بيضافوا لي اللي كان موجود اصلا، هو ما كانتش حاجه، هو حاجه موجوده وانت بتقضيت عليها. البوت بقى لا، البوت انت بتكري الحاجه دي اصلا هي مش موجوده على السيرفر وانت بتحطها. نص الجيت والجيت ممكن ما تكونش متخيله شويه. انت لما بتطلب حاجه من سيرفر فانت بتستخدم فيرب ده، انت بتتواصل معاه عن طريق فيرب او ميثود. لما بتطلب حاجه، لما عايز تبعت له حاجه بتستخدم البوست، لما بتبقى عايز تابديت حاجه عليه بتعمله بتستخدم البوت ميثود ده. تمام ماشي، دي انا فهمتها كويس. بس ايه بقى يعني جيت دي عباره عن ايه اصلا؟ دي فيرب انا بستخدمه يعني امر بتردع ايه يعني؟ قصدي مش واصل لي بتاعتي اصلا يعني دي يعني في لغه برمجه مثلا معينه؟ تمام لا هي بقى يعني هي حاجات برمجيه بس مش كود يعني الجوريزم. انت لما بتعمل اتش تي بي و دبليو دبليو اي حاجه يكون، فانت طالب الكلام ده صح، فانت طالب مثلا جوجل وبيجي مثلا هل اتش تي ام صح؟ معلش انا اسمي فظيع بس يعني فانت بتقول له بتبعت له امر جيت دوت، انت بس عن طريق لغه البرمجه بتاعتك اللي انت بستخدمها مثلا. اللي هي ايه بقى؟ اللي انت شغال بيها البايثون او ال او اي حاجه. انا انت بتبعت جيت ريكويست ايه؟ يعني دي حاجات بتبرمج عشان لما اليوزر يجي مثلا يستخدمها. ايوه انا بتكلم، انا اتكلمت في اتش تي بي فيرس وعملت فيها ايه؟ ان انت لازم تكون عارف الكلام ده، انت كبرمج لازم تكون عارف الكلام ده. انت بتحط هو الفكره ان هو ماشي اتش تي انا انت الحته في الاستراكشر بتاعته تمام. بس انا بعمل بقى ايه بقى كواحد عايز يشتغل باك اند مثلا؟ تمام. انت السيرفر بتاعك انت بتحط، انت بتشتري مكان في السيرفر وتحط عليه الفايلات بتاعتك. انت بتبرمج اهو، انا برمجت بملفات بايثون مثلا برضه وحطيت الملفات دي على السيرفر تمام. فانت دلوقتي الموقع بتاعك بيعمل خدمات معينه، طب ما يبعت لي، لما يبعت الموقع دون جيت ريكوست هيرد بايه؟ لو بوت ريكوست هيرد بايه؟ هو ده بقى، هي الفكره في كده. انا يعني شرحت الكلام ده عشان كده.
انت كواحد هتبدا تبرمج هتتعامل مع الدوال اللي شغاله ده كذا، لو بعت داتا فانت بتاكد من الداتا دي بيبعتها عن طريق البوست طبعا او البوست، فانت بتاكد الداتا دي صح ولا غلط، بتتعامل مع الداتا دي. فانت كمبرمج لازم تبقى عارف الكلام ده، اللي هو انت تبقى عارف الفرق ما بين يعني مثلا اللي في ميزه بتعمل كده، يعني مثلا الباسورد ما ينفعش تبعت للجيت للجيت ريكوست لان هي انسيف، انت ما ينفعش تبعت باسورد للجيت. طب انت لو بعت باسورد للجيت انت ممكن حد اي حد معدي اي حد متوصل على الشبكه هياخد الداتا دي هتطلع في اليو ار ال. ايه؟ هتطلع في اليو ار ال. لما تستخدم بوست عشان ايه؟ عشان هي مور سيكيور، يعني هي دي اللي بتستخدم اصلا. هو ده احنا لما بنيجي نعمل اتش تي ريكوست احنا بنستخدم ايه؟ هنستخدم الجيت مثلا، انا عايز صفحه مثلا صفحه اي حاجه ماشي مثلا انت لما بتكتب جوجل مثلا جوجل دوت كوم سلاش اتش تي ال حالا اتش تي ام ال، ده اللي بيحصل بقى جوه البراوزر ده. طب انت بتعرفه ليه؟ عشان انت هتتعامل معاه، هتتعامل معاه بشكل مباشر. انت ده بقى يعني تفاصيل الاتش تي بي ريكوست، اللي هو انت بتكتب الكلام ده بس انت ما بتعرفش ان هو بيحصل اصلا. يعني انت بتكتب جوجل بس انت ما بتعرفش ان دي حمل بقى جيت الكود اتكتب جيت قبلها، وبعد كده اتكتب اسم الصفحه، وبعد كده اتكتب الفيرجن بتاع اتش تي بي. وبعد كده مثلا بيبقى تقريبا بقى الريك بوست بتاعك الاتش تي بي بوست بتاعك بقى في بيانات كتيره بتبقى اول سطر اللي بقى فيه اللي هو الجيت دوت. انت طالب صح؟ طالب صفحه انت تستخدم الجيت مش اول سطر بقى فيه كده. وبعد كده مثلا اليوزر ايجنت اللي هو انت مستخدم مثلا فايرفوكس ولا جوجل كروم ولا اوبرا ولا اي حاجه. وبعد كده بتبعت الديت والتايم والكلام ده. الريسبونس بقى ده انت لما بتبعت ريكوست ده بيتريسبونس على ده بيتريسبونس. انت ممكن ما تكونش متخيل الموضوع لان ايه؟ لان هو جوه الكروم بياخد الكلام ده ويقوم مفصله، يقوم واخد الجزء الاول ويقوم عامل هون فانت بتشوفه، بس انت ما بتشوفش الريسبونس. التفاصيل دي انت بقى بتتعامل معاها كمبرمج، يعني انت كمبرمج بتكون عارف دي عشان تتعامل معاها. دوت مثلا الفيرجن مثلا ده الريسبونس بتاع الاتش تي الفيرجن مثلا 1.1 عشان تبقى عارف انت تستخدم اتش تي بي ايه بالظبط. 200 اوكي دوت دي حاجه اسمها الستيتس كود دوت. لو 200 دوت ده دليل ان الفايل اللي انت بتدور عليه لقيته هو 200 اوكي. الديت السيرفر اللي انت بعته الجيت مثلا بعته الجيت الكوست اللاست فايل، يعني الفايل ده اخر مره تقدم عليه. بعد كده الاكسبت رينجز الكونتنت ليست ده يعني الصفحه اللي انت عايز ان هي ترجع لك فايل. الفايل ده طول قد ايه؟ بعد كده كونكت فايل، بعد كده كونتنت فايل تكست اتش تي ام ال. انت ممكن تتعامل مع ملفات اكس ام ال او جيسون او اي حاجه ثانيه، ده تكون عارف النوعيه. بعد كده بقى ايه؟ ده الكونتنت بتاعي بقى ده اللي انت بتشوفه بس، يعني ده الاتش تي ام ال اللي جوه الكروم بياخده ويقوم عارضه له. انت ما بتعرفش ان كل ده حصل، بس انت ككلاينت ما يعني كلاينت مش مهتم بالتفاصيل دي. انت عايز صفحه اتش تي ام ال بس، فانت بتشوف ده بس وده جوه الكروم اللي بيعملته له. اما انت كمبرمج لازم تكون عارف اللي بيحصل ده. هو الموضوع بيبقى صعب في الاول انت تتخيله عشان انت بتكتب جوجل، في جوجل بتجي لك على طول، فانت بتتخيل اللي بيحصل الهبله دي كلها ورا. يعني في نقطه الموضوع مش صعب حتى لو في شويه لعبات كده، بس كلنا مرضنا بهذا. هو بالنسبه بس انا كباك اند انا هتعامل مع الاتش تي بي ولا الاتش تي بي ليها برمجه زي اصلا؟ لا هتعامل مع الاتش تي بي. لا يعني بس هو كل الجيت ميثود دي يعني ده اول حاجه انت بتستخدمها هي في الاجازه تمام؟ هي ليها برمجه او مثلا ديفلوبمنت خاصه بالاتش تي بي. جاهزه في اللغه اللي انت بتستخدمها. هو اللغه اللي انت بتستخدمها يعني بايثون فيها تقريبا لغه اسمها اتش تي بي ريكوست هاندلر بشكل كده يعني اسمها كبير. ده هو بيتعامل مع الاتش تي بي نفسه. انت يعني اللغه اللي انت بتستخدمها
دي بقى تمام. بس بتكلم يعني مثلا ممكن في ديفلوبمنت خاصه بال اتش تي بي او حاجه زي كده او بالبروتوكول ذات في البروتوكول نفسه في في يعني البروتوكول نفسه بقى ازاي وتفاصيل تفاصيل بس دي حاجه اكاديميه يعني يعني انت البراوزر يعني هو اللي بيهدد اصلا كل هو اللي بيقوم جاي حاطط لك قبل اللينك بتاع الجيت وبعد كده حاطط لك الفيرجن اللي انت بتستخدمه ولما يجي بقى هو بيشوف الحاجات دي بيشوف مثلا لو الستيتس دي انا راجع بس ظهرت لكم رساله كده اللي هي 404 اكيد يعني هو ده الستيتس كود يعني هو ده هو 404 ده الستيتس كود ده النوت فاون انت بتدور على صفحه مش موجوده اصلا فانت في حاله انت ان مثلا في كلاينت بيستخدم عامل جيت ميثود لفايل مش موجود اصلا انت هترد عليه ايه؟ هترد عليه دي هتقول ال 200 يعني موجود ال 201 كريتد انت لما بتبعت بوست مثلا انت بتبعت بتستخدم ميثود اللي هي البوست دي انت بتكريت حاجه موجوده في السيرفر فانت بتستخدم فبيرد عليك بايه؟ لو كريت ال 201 كريتد انت الكريت اللي انت بعته ده كريت خلاص الفايل هم 10404 و 405 ميزو بنتر لو ده هو بيحصل لو الباك اند ولا الفرونت اند؟ انا بتعامل اللي هو بتعامل الاول في البرمجه ولا في ولا في لو انا بعمل موقع انا اللي بتعامل الاول اصل انت لازم يكون في على الاقل فرونت اند خفيفه صح؟ اللي هو الاساسيه يعني انا مثلا لو انا مثلا في مثلا فورم هتبعته انت بتبعت بيانات عن طريق فورم انا اعرف اللي بيبرمج بقى يعني مثلا لما بتيجي انا برنامج مثلا باي لغه ولا بتاع بنعمل في الاول البطل مثلا وبعدين بروح البرمجه عشان ده مش ويب سايت هو ده ده الموضوع بقى الموضوع ابلكيشن ايوه انت بتبقى عايز اي وجه اي انترفيس تبقى عارف بس الدنيا ايه عشان تبرمج على اساسه ان برمجه الويب اند الباك اند يعني ممكن تبقى ايه اكتر من هو انت بتطلب اتش تي ام ال فانت ده شغل الفرونت اند حاجات اساسيه يعني مش شرط ان هو الموقع على شكل ده لا انت ممكن تدور على اي حاجه جاهزه وبعد كده تحدد بقى في الاتش تي ام ال بتاعتك عادي في الفرونت اند بتاعتك اتكلمنا عن الانترنت وعن الويب وعن الريكوست ريسبونس سايكل دي وعن في عندنا نوعين عندنا سيرفرز وعندنا كلاينتس السيرفر دي عليها فاولات الفاولات دي ممكن تكون بتاعت فرونت اند ممكن تكون بتاعت باك اند هتكلم بقى شويه عن الفايلز بتاعت الباك اند شويه اللي هو احنا الموضوع اصلا بتاعنا فاحنا عندنا حاجه اسمها داتا ريك الويب ابلكيشن الويب ابلكيشن الداتا دريفن ده مصطلح عند اي ابلكيشن في داتا بيعرضها للمستخدم بطريقه معينه المستخدم ممكن يعدل على طريقه العرض دي الفكره ان في داتا يعني في داتا بتتعرض لليوزر فاحنا عندنا الداتا دريفن ويب ابلكيشن ده ويب ابلكيشن بيدي للمستخدمين داتا والمستخدم ممكن يعدلوا عليها او يطوروا او يحدثوا فيها او يكريتوا داتا اصلا مش موجوده وده بيودينا نقطه مهمه ان احنا بقى دلوقتي بقى عندنا كلاينت وبقى عندنا سيرفر بس بقى عندنا عنصر ثاني انا قلت في الاول فايل كنا الجزء ده صح؟ اتكلمنا عن الجزء ده واتكلمنا عن اتش تي بي ريكوست والميسج بتاعت اتش تي بي بقى عندنا عنصر بقى جديد اللي هو الداتا بيز ده اللي في الداتا بقى اللي انا بحفظ فيها الداتا بتاعتي والمعلومات بتاعتي بقى سواء بقى اليوزر نيم والباسوردز والحاجات بتاعت المستخدمين كلهم الداتا بيز دي انا عندي اربع عمليات اساسيه بعملها على اي داتا عندي موجوده في الدنيا في اربع عمليات اساسيه نروح مثلا موقع زي الفيسبوك الفيسبوك انت لما بتعمل بوست جديد انت كده بتعمل ايه؟ كاريت حاجه جديده صح؟ هي حاجه مش موجوده اصلا انت بتكريتها على السيرفر انت لما بتسحب الفيسبوك بس انت كده بتعمل ايه؟ بتقرا حاجه موجوده انت كده بتاخد حاجه موجوده على الويب سيرفر اصلا بتاع الفيسبوك تقرأها بس انت كده بتريد الحاجه دي بس صح ولا طب لو عندي مثلا عندي مجموعه صور بتاعتي وانا وزمايلي
واحد صاحبنا عم داخل ضايف صور جديده، فهي في صور موجوده اصلا صح؟ هو ضاف صور جديده، هو عمل كده ابديت صح؟ طب صورك بقى القديمه والحاجات الفضائيه دي وعايز تمسحها، انت بتدلل في الكلام ده. وعندنا اربع حاجات اساسيه، اربع معلومات اساسيه بنعملها على الداتا اللي عندنا. ان انا بعمل لها دي اللي هو انا بشوفها بس بتفرج، او ان انا بقف ديت الداتا دي اللي هي موجوده وانا بعدل عليها وبعمل لها ابديت، او ان انا بعمل لها دي كريت اللي هي مش موجوده اصلا وانا كريتها من العالم يعني، او ان انا بعمل لها دي بمسحها خالص. فده هو كرود فانكشن اللي هي ده كريت ابديت. اي ويب سايت هتلاقي فيه الحاجات دي في الاخر، يعني اي ويب سايت مهما كان بقى الدرجه بتاعته العك بتاعه اللخ دوت، او في الاخر بيرجع الاربع حاجات دول بس، ان انت بتعمل فانكشن دي بس اللي هو الكريت، ان انا كريت حاجه هريت حاجه او ابديت او اديت همسحها خالص. اي موقع تويتر شوف اي موقع بقى اكس اي كل حاجه انت بتعمل في الاخر الكلام ده. فانت كمبرمج بتبرمج حاجه، بتبرمج ويب سايت المفروض ان انا ادخل استخدمه، انا المفروض طلع الكلام ده الاربع حاجات دول. هل مثلا ينفع تدخل على موقع بتقرا حاجات بس؟ او ممكن لو بس ده دي حاجه يعني ده بجد يعني انت اي مثلا موقع بتاع اخبار لازم يبقى فيه كومنتنج وناس تتفاعل مع بعضها وتتفاعل مع الاخبار، لا يكون بقى يعني هتدخل تقرا بس مش هتشغل مخك معاهم يعني صح؟ فاي موقع لازم ان انت تراعي في الكرييت والريد والابديت والريد، الاربع حاجات مهمين جدا ان احنا كمبرمج باك اند احنا بنراعيهم، لازم تكون تتحقق الحاجات دي مع بعض. الجزء بتاع الباسورد لحد كده في حد ورع تمام احنا عندنا سيرفر وعندنا سيرفر عليه فايلز وفي داتا بيس في السيرفر دوت وانا بعمل عليه عمليات صح؟ لما الاربع عمليات اللي انا اتكلمت عليهم ومن الفايلات اللي انا بستخدمها دي على السيرفر على الداتا بيس بتاعتي الباسورد صح؟ انت كيوزر بتعمل لوجن فانت الباسورد بتتخزن في السيرفر، بتتخزن ازاي؟ هل ينفع مثلا ان انا انت مثلا الباسورد بتاعك مثلا 3 ايام مثلا 1 2 3 مثلا، فانت دي مثلا انت بعتته للويب سايت اللي هو انت مبرمج اهو، حد بعت لك الباسورد ده انت هتخزنه ازاي؟ تخزنه كده بس؟ الداتا بيس بتاعك؟ شفر صح؟ ليه؟ لان انت ممكن لو الجهاز بتاعك اتسرق مثلا، ما بتكلمش بقى عن هجمات الهاكر الجهاز اتسرق مثلا فاللي هيدخل مثلا اللي هياخد الجهاز مثلا هيلاقي مثلا ان النيم دوت والايميل ده الباسورد بتاعه، هو دخل خد كده كل البيانات مش هتبصر لا لا مش هتبصر تمام. فاحنا بنبتدي بقى ان فعمليه التشفير دي ان انا اشفر البيانات دي بتاعتي انا بتاعتي بقى انت ان انا اشفر البيانات اللي جايه لي من المستخدم واضمن عمليه ان هي محميه ومعمول عليها سكيورتي. فاحنا بنتجه في حاجه في الخطوه دي علم التشفير اللي هو الكريبتوغرافي. هو في حاجه ان انت ممكن تقول طب انا اعمل الفانكشن بتاعتي هي ماشي من كام عليها شنجر هو التشفير بيحصل ازاي؟ هو مختصرا يعني ان انا عندي بلاك بوكس او ده الالجوريزم بتاعي انا بيدخل له داتا بيدخل داتا مثلا وبيدخل داتا بس متشفره يعني داتا معمول لها تشفير ده مثال الكريبتوغرافي ده كلمه دوم في عندنا الالجوريزم مشهور اسمه ام دي 5 ده المناظر ليها ده اللي واضح كلمه دول بعد تشفيرها تمام. كان في كلاوزر ان انا عندي بوكس كده انا بدخله بيانات معينه هو بيطلع لي بيانات نفس البيانات بس بشكل تاني بحيث ان اللي يشوفها هل انت لو شفت ده من غير دوت ده من غير كده. طب في نقطه بقى الجزء ده هو. انا بستخدمه ولا بعمل واحد جديد؟ انا مثلا مبرمج
يعني انا اكبر لو اكبر او بقى اعرف الحته دي كتير واعمل انا الجوريزم بقى بتاع التشفير والكلام ده وعايش الدور ولا استخدم واحد لازم استخدم واحد لان انت ممكن تعمل واحد يعني ممكن تعمل واحد هو في الكورس بتاع التشفير او الكريبتوغرافي يعني هو بيقول لك دونت يوز يور الجوريزم او دونت امبلمنت الجوريزم انت ان انت الالجوريزم اللي انت هتطوره ما تستخدموش خالص خالص يعني انت ما تعمله في زباله استخدم واحد بقى مجاني طب في حاجه بالنسبة أنا بعرف أستخدم الناس كلها اللي هنا بتعرف تستخدم طب ممكن واحد يجي ويقوم جايب الخدمات الفدية كلها ويقوم إيه شايف المقابل بتاعها ويعمل جدول بقى كبير فيه الكلمات وفيه التشفير بتاعها وأنا بس أجيب التشفير وأدور على التشفير ده فين وأنا في الكلمة المقابلة صح ولا غلط؟ ده بقى بيجيب لنا حاجة اسمها الرين هو ده المزود المشهور بتاعها كده الرين بوتين الرينبو تيبل دوت ثلاث شجر عملت جت على كل الالجوريزمات بتاعت التشفير وقامت جايبه كل الكلمات الممكنه بص الروبس يعني وقامت مدخلاها على الالجوريزم دوت ومطلعها لنا المقابل بتاعها فده برضه بيرجعنا لنقطه ثانيه ان انا ما ينفعش ان انا هخزن الباسورد بتاعي وهو بعد ما انا عملت له هاشي يعني بعد ما دخلته على الداله دي احطه وطلعه طب انا هعمل ايه؟ نعمل حاجة اسمها السورتنج. ايه السورتنج؟ عندنا باجي عندي حاجة اسمها السورت. سورت ملح. السورت هي كلمة رندر. كلمة عشوائية جدا. أي لود برمجة فيها لايبراري اسمها رندر. دي كلمة رندر صح؟ هعمل ايه؟ ده الباسورد مثلا انا هقوم جاي الباسورد بتاعي اللي قابل واقوم ضايف عليه السورت بتاعي اللي هو الكلمه الراندوم دي اي كلمه هو الكمبيوتر نفسه بيقراها واقوم مدخله على الهاش الالجوريزم وبعد كده اقوم ايه؟ مثال الكلام ده انا ما عدتش بسيب الكابل وهي معموله هاش لان انا لو سيبت قبل ما اعملها هاشي هيجي مثلا هيشوف الحاجه اللي معمولها هاشي دي هيدور عليها يلاقيها قبل فهي الفكره لا هو الفكره ان انا بجيب قبل واضيف عليها اي كلمه رندم وادخلها على هاشي الالجوريزم واضيف بقى الكلام ده اي ويب ابلكيشن بيبقى فيه ثلاث دوائر ده اللي هي بتعمل الكلمة رندم دي مش موجودة في الريبو تيبلز؟ لا هي الكلمة أصل هي الفكرة في حاجة الهاش الألجوريزم دوت ما ينفعش إن في كلمتين يبقوا شبه بعض يعني بمعنى إن في إن أنا عندي كلمة مثلا عملت لها هاش فطلع لي حاجة ما ينفعش في مقابل دي يعني ما ينفعش يبقى كلمة تانية ليها نفس الهاش ما ينفعش كلمتين يبقى ليها نفس الهاش لا هي بقت كلمة رندم هي بتقابل وأي كلام يجيب بقى ولا اي كلام ده ولا اي كلام الكمبيوتر بيختارها طب هو الهاش تيبل والصفر بتخزن في الداتا مشكله الايه؟ الاوت الاخيره بتخشف في الداتا انا اعرفها ازاي؟ انا في حد عارف في هاك الداتا بيس بتاعتك هيشوفها زمنيا كده بعد ما تعملها هاش مش كده؟ ايه؟ لو في حد عمل هاكينج على الداتا بيس بتاعتك يقدر يشوف الاوت الاخير ده حصل؟ في خطوه كمان هي مش موجوده هنا بس هو مش اكيد الهاشنج الجوريزم ده ليه ريفرس هي الفكرة هي الهاش الالجوريزم ما ينفعش تعمله ليه بقى؟ عشان هو دي من مواصفات الهاش الالجوريزم كويس انت لو عندك هاش الالجوريزم مش معمله ريفرس فانت خلاص هو ما عادش هاش الالجوريزم هو بقى شغال بقت حاجه رايحه جايه يعني في الالجوريزمات بتاعت عشان كده غير الصوت ده عشان ما يعرفش يعمل ريفرس لا الريفرس ده الهاش الالجوريزم نفسه في مثلا طالما هو الهاش مش ريفرس استفدت ايه لما هتصور؟ ايه؟ يعني لو الهاش مش ريفرس عشان الرين بيتو الرين بوتي هو لما قلت لك هو بيجيب كلام كل اي كلام متوقع اي كلام في دماغك ويقوم جاي يعمل له تشفير ويقوم مخزن الجداول دي فانت لما تروح مثلا من غير ما يتعمل له تشفير كلمه قبل بس مقابلها موجود معروف ان هو الالجوريزم هيطلع لك الكلمه هي هي يعني هو معلش هو من غير الصوت هو الريفرسال
لا بس عشان كده هو اتصل في الجوريزمات اللي بيكسبوا ودي ما عادش بيستخدمها كتير يعني اللي هو الدرس بلاسيس ما هي كل ان هي موجوده في فيمو تيبل يعني هي بس ما كل ان هو انا عندي الكلمه الهاش المصاري بتاعها موجود عشان فيها صوت بس لما ما فيهاش لا ما اعرفش ليه امال التيبل ده فيه ايه؟ التيبل هو موجود المقابل بس بس المقابل بص ان هو واحد ده كل ده مثلا كلمه قبل جاله الاوت بالظبط فانا عايز اقول لك بقى اقارنه باللي عندي في الجدول عشان انا انت بتقارن بس انت بتقارن بس ما ينفعش تحط الداله بس في فرق بين الانكربشن والهاشنج الانكربشن ده انت بتشفر حاجه وهي معاك الكي بتاعها ترجعها تاني الهاشنج ده ون واي بس انت بتشفر بس الفكره بقى في الريمبو ان هو جاب كل كلمات الدكشنري وعمل لها هاش خالص كلها فبحيث لو انا الباسورد بتاعي اي كلمه منهم وهو شفرها بنفس الالجوريزم هيبقى عنده اساسا من التيبل بتاع الدكشنري اللي هو عنده بالظبط فيعرف يجيب بالظبط ايوه فاقول انا بقى اعمل السورت ده اي حاجه مش في الدكشنري ما كانش في كده اي بس لا مش عنده بس هو كده كده بس لا يعني ما فيش داله تحط لها الكلام بعد التشفير ترجع حالك ده ما بقاش هاش يعني الريمبو هاش تيبل ده هو عباره عن حاجه فيها كل الكلمات اللي موجوده في الدكشنري بالظبط فهو انت لو حاجه زياده عنها هو مش هيجيبها يعني ما فيش هاش هنسمهاش اسما دي اصلا اللي هو انت تديله الكلام ده كلام هتعمل له هاشنج دوت وتقوم مدلك كده تديها الكلام ده وتقوم راجع لك الكلام ده طب سؤال بقى طب ما جايين الهاش ده في كل الكلام اللي بيشتغل بيشتغل الكلمه دي في موديل بيشتغل طيب حولها ازاي بقى؟ هو مش عايز يحولها هو مش عايز يرجعها هو عايز يحولها بس وانت ما تدخل الباسورد هيعملها تشفير تاني ويقارنها بالمحوله اسما اللي في الداتا بيز النقطة دي هقولها تاني. كان سؤال في حاجة بس هو الباسورد السيف هاش صح؟ اه لما باجي مثلا يوجن بقى اه بعمل الشيك على هي داخل نفس الرقم ده انا قلت في ثلاث دوال في اي ثلاث دوال في اي باك اند فايل يعني او ملف بتاع باك اند في ثلاث دوال اساسيه اسم تاني او اي حاجه موجوده او اسم شائع وغالبا مثلا تلاقيه بيعمل
الباسورد لكل الباسورد واحد لكل الاكونتس بتاعته. انا عامل كده صراحه بس ده غلط. ايميل واحد انت لا 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 بغطى عليه شويه. ده بقى الحاجه اللي بتسليني بقى الباسورد ده الصوت بعد ما عملته هاش والراندوم دوت لازم يكون موجود عشان انا لما باجي اشوف ده فاليد ولا لا لازم يكون معايا الكلام ده ان انا بولد رقم عشوائي. الرقم العشوائي ده المفروض يكون معايا. هي في نقطه كمان بتتعمل يعني بالاضافه للكلام ده هو الجزء ده وصل يعني الدنيا دي واضحه ولا في حد مش واخد باله كمان يعني في حاجه بيبقى اسمها السكريت كي. ده بيبقى حاجه الديفلوبر بس هو اللي عارفها وحد يعني الناس في المعامله بس هي اللي بتبقى عارفاها. بيضاف الكلام دوت عشان تكتب تقول ان هو مثلا ما يدورش على بشكل من الاشكال مثلا الصدفه يعني يلاقي الصوت ويلاقي الباسورد معاه فيعرف يعمل يشوف الباسورد ازاي. ففي حاجات اسمها سيكريت كي ودي من الحاجات اللي لو حد عامل لو حد بيعمل ويب سايتس على جيت هاب مثلا ما بيرفعش الكلام ده في الفايل بتاع السكريبت كي ما بيطلعش. ده في كل الباسورد بيتعمل له هاش وبيتعمل كمان الصوت هاش معاه وبيتحط على بعض صح؟ لا انت بتضيف الباسورد للصوت وبعد كده تعمل لهم هاش. تمام تمام. ليه مثلا في باسورد معين لو دخلته الراجل ضعيف قوي او قوي قوي او الكلام ده في فين اصلا ده كده قبل كده انا ما ينفعش ارجع تاني؟ بتبقى يعني عامل امان اكتر والله يعني انا مش عارف بالظبط ليه يعني بس بتبقى يعني ان انت الناس تعمل كومبينيشن اللي هي حروف وارقام وآت وعلامات الزائد والناقص والكلام دوت ده بيزود الاحتماليه يعني هو ما يبقاش في يعني مش عشان حد يعني عشان محدش يبريدكت الباسورد اصلا من غير ما بس عشان وعشان يزود الاحتماليه يعني بدل ما هو حروف بس اللي هو 28 حرف بيزود الاحتماليه اللي هو 9 10 ارقام وبعد كده علامات. مستر روبوت كان عامل البروجكت ده كان بيتوقع ياخد اسم ياخد رقم ياخد رقم الشارع يقعد يجمع توقعات رهيبه جدا ويقعد يطلع من الشارع. الحاجات دي ممكن في الالجوريزمات اللي بتستخدم في الراوترز بتبقى ضعيفه. انت ممكن تعمل كده فعلا لو انت بتقعد تجرب احتماليات كتيره هو بياخد على وقت كبير عشان الاخر ممكن يوصلك وده بيبقى برضه على حسب قوه الباسورد. ده اللي انا بقول لك عليه ان هو ما يعملش في الدنيا يعني. انا جربت الصراحه كنت سريع الواي فاي جنبي بس طب ليه ازاي؟ الرسمه بتاعتنا هي بدات تكبر بقى مع عندنا كلاينت وعندنا سيرفر واتش تي بي ريكوست ريسبونس شغاله كتير عندنا داتا بيس عليه السكيور والباسورد وعليه الداتا بتاعتي حاجه زي الفل. ايه بقى الاتش تي بي اس بيعمل ايه بقى؟ يعني انا دلوقتي لو انا مسيب الباسورد بتاعتي على الداتا بيس وهي سكيور طب انا الاتش تي بي اس بيضيف لي ايه؟ بيضيف لك الحته دي. الحته دي يعني انت لو في حد هنا مثلا شخص مثلا معاك على الشبكه انت لما بتيجي مثلا انا ببعت الباسورد هنا هو لحد النقطه دي ما حصلوش حاجه هو ليه التكست؟ هو التكست ما عملوش اي حاجه الباسورد بتاعي زي ما انا دخلت ولا عليه سبوت ولا عنده هاش ولا اي حاجه. فاي حد ممكن يكون هنا على الشبكه بتاعتي ممكن يعمل سنيفنج الباسورد المظبوط ممكن الحكومه اي حاجه اي حاجه فده اللي بيعمله في الجي بي اس ان هو بيشفر الداتا وهي ماشيه لحد السيرفر ان مفيش اي حد بيبقى هو الاتش بي اس هو اتش تي بي بس معايا السي اس ال فهو بيشفر الجزء ده يعني الداتا بتاعتك لو بتشفرها في الاحتمال في المباراه ده بحيث ان انا ما يجيش حد عندي يبقى في البص هنا يعرف ان انا بقول حتى لو ايه الاس اس ال السكيورد مش عارف ايه لايك هي الجوريزم او زي سكريبتات كول برضه هي بتكون بتضاف على الاتش تي بي فيخليها الاتش تي بي اس. معظم الويب سايتس دلوقتي بقت شغاله بالاتش تي بي اس يعني موقع كلية لسه ايه؟ موقع كلية لسه هيفضل يجيب لك لحد الفكره هي تقريبا زي كده حاجه ده انت النقطه الاتش تي بي لو في حد هنا في الوسط ممكن يعمل سيف من اللحظه اما لو على الاس اس اس مش كل المواقع
مش كل مواقع بتاعت الانسيمنت الحاجة دي. يعني لو حد عمل الـ HTTP انا اقدر لو انا معايا شوية تولز كويسة اقدر اعرف ايه اللي كان في النص. لو انت عارف الشبكة ممكن. ببساطة دي؟ مش ببساطة دي يعني، بس يعني مش في مش بالتعقيد بتاع ده هو ايه؟ هو سهل. واه اس اس اللي بتعمل ايه؟ دي بتضاف على HTTP عشان انت كنت بتكلم عن السكيورتي. انت لو بتبعت باسورد للكلاينت بتاعك من الجهاز بتاعك اهو بيبعت لحد هنا الجزء لحد الجزء دوت طبعا ما عملوش حاجه هو بيديك الباسورد بتاعك زي ما انت مدخله يعني الباسورد والايميل زي ما انت مدخله ولا تحط عليه صوت ولا تعمل ماشي ولا اي حاجه. فانا الجزء دوت لو في حد بقى في النص هنا هو ممكن يعمل سنيفنج ممكن يوصل للبيانات دي ولو وصل البيانات دي هو هياخدها في الانتكس وما ما ما تعرفش حاجه يعني هو ما راحش حتى الجيت سيرفر فهو ده الاتش تي بي اس بيعمل سكيور للتشالنج بي بي يعني بيعمل بي بي بيشفر الداتا في الجزء ده. نفترض مثلا انت مبرمج هون في الـ في الهاشمن قلت ان هو وان واي ومسالتك في التشيك لو بيجي اليوزر يعمل لوجن يعمل تشيك على الباسورد هو وان واي هيجيب اللي هيعرف منين ال يشفر الباسورد تاني بيعيد تشفيره هي عمليه غالبا كده الفكره ان هو هيجيب نفس الرقم بس ما شوف كده الصوت طلبه شوف الدلتا شوف الدلتا دي الفاتح صح؟ هنا ايه؟ استخدمت الميك باسورد هاشنج. انا بيرجع لي قيمه ترو ما بيديش القيمه بتاعت بتاعت قبل الهاشنج او بيرجع لي قيمه ترو هو بيرجع لي قيمه ان انا لو ضفت الباسورد ده مع الصوت ده هيرجع لي ترو ولا فولس. صح؟ انا اقصد يعني الصوت هنا ما بيبقاش رندم في حتى اللوجن الثاني. اللي هو بعد ما ايوه دي اول مره الصوت بيثبت يعني بعد اول مره بيثبت خلاص انت بيتطبق على الباسورد ايه وبيتضاف على الباسورد بس انا اقصد في حاجه يعني هو كل واحد كده بيبقى ليه صوت ثابت بيه ايوه طب انا هحكي قصدك بالصوت بتاع هتعمل له كوبيت ازاي؟ انت بتستخدم ده اللي بتاع الروبوت ده اللي بتتنظم بيه هتجيبها منين؟ وبتبقى يعني دالة الراندوم انت بتحدد برضه انت بتحدد مثلا الراندوم الليترز بتوع دول بيبقوا كابيتال وسمول مع بعض ممكن تدخل عليهم حروف فارغ ارقام وعلامات هي علامه رمح كلمه رمح جدا يعني. نفترض مثلا ان انت حد جه جالك كان تخسر يعني وقال لك انا عايز مثلا الويب سايت بتاعي احط فيه جوجل مابس مثلا في الجنب كده خريطه مع خريطه المكان ده فانت هتعمل ايه؟ انت عندك نظر ايه؟ ان انت بقى تروح تذاكر الجراف ثيوري تروح تذاكر البرمجه والاستراكشر بتاعت ايه؟ هتقعد بقى تجيب زمايلك يجمعوا حواليك ويلا يا جماعه هنعمل جوجل مابس بقى وايه وهنولع الدنيا صح؟ بس ده طريق مش معقول شويه صح؟ صعب جدا او في الاختيار الثاني ان انت تستخدم جوجل مابس اصلا بس هل ده ممكن؟ ده ممكن الشركات الكبيرة اللي بتشتغل على مشاريع برمجة كبيرة بتوفر للمبرمجين الصغيرين اللي زينا والشركات عموما حاجة اسمها الاي بي اي. الاي بي اي زي طبقة كده طبقة عن الشغل اللي هو بيعمله يعني في الالجوريزم بتاع مثلا جوجل مابس هو في الجوريزم كبير بيشتغل عليه ساينس تيم كبار جدا بيتعمل عليه طبقات كتيرة كل ثانية بس انا ما اعرفش اقصد المستخدم هو بيعمل ايه؟ بيعمل زي لاير كده طبعا انا كمبرمج هتعامل معاها انا ما عدتش عايز استخدمها كيوزر يعني انا مش داخل على جوجل مابس ادور على حاجه لا انا عايز داتا استفيد منها في موقعي انا بقى مصطلح الاي بي اي ابلكيشن بروجرامنج ده لاير ما بين الخدمات اللي بتقدمها الشركه وبينك انت كديفلوبر كبروجرامر بيديك بيانات تعرف انت تتعامل معاها انت تعرف انتراكت معاها مش مثلا ملفات اتش تي ام ال انت ما عدتش يوزر يعني خلاص تعديت مع حد يوزر دلوقتي ملفات اتش تي ام ال وسي اس اس وجافا سكريبت لا
انت مبرمج بيديك ملفات ارفع معاها بصيغه بقى جيسون اكس ام ال دي صيغه انت بترفع معاها في البرمجه بتاعتك اي لغه برمجه فيها بس هي بس الاتش تي الجيسون والاكس ام ال دي يعني صيغتين زي البيانات انت كنت هنا في كلاينت لما بتحتاج منه حاجه بتحتاج ايه؟ اتش تي ام ال وسيسس وجافا سكريبت انت لما بقيت مبرمج عايز تستخدم الحاجات الخدمات اللي بيقدمها ده في الويب سايت بتاعك بقى في الموبايل ابلكيشن خلاص عمال لك عايز تعمل ايه بقى؟ هتستخدم يديك داتا خام بقى اللي هتستخدمها هتطبعها على الورق هتوزعها هتعمل فيها اي حاجه هتحطها في موقع بقى يعني هي دي بقى اللي ما بين الجزء دوت اللي هو السحر اللي بيحصل هنا بقى اللي انت ما تعرفوش واللي ما تعرفش تعمله وما بينك انت تقريبا الاي اي دي موجوده على مستوى كل الحاجات الكبيره اللي تعرفوها اشهرهم موجوده في مصر ان هي سهله وسهل التعامل معاها في نقطه برضه هنا هل مثلا الشركات دي بتعملها النار الوطن كده يعني خدمه ببلاش؟ اكيد لا يعني انت كمبرمج صغير بتشتغل مثلا على ويب صغير بيدخل له 1000 واحد 2000 واحد في اليوم انت متاخد انت مثلا تستخدم الاي بي اي بتاعك جوه نفس حد 5000 مره بعد ما تصدق 5000 مره بقى انت خلاص بدات تدخل بقى في جوجل ادس تسوي اعلانات مش عارف ايه وبقى بيدخل لك فلوس من الويب سايت فلا انت تدفع فلوس عشان تاخد الخدمه دي وهل الخدمه دي برضه بالسهوله اللي انت تتعامل معاها في خدمات سهله التعامل معاها سهل جدا زي جوجل مابس في بيطلب منك اوثنتيكيشن وباسوردات وبيديك اي دي مش عارف زي تويتر الموضوع مقرف يعني بس شغال يعني في فيسبوك ده الشغل بتاع فيسبوك وفيورز اي موقع تبقى يعني تويتر وفيورز تويتر ويدخل ممكن تعرف نفسك كفيورز فيسبوك نفس النظام امازون بيقدم لك الاي اي بي بي سي مواقع زي المواقع بتاعت الجيت هاب يوتيوب واليوتيوب طبعا المواقع الكبيره كل المواقع بتقدم لك الاي اي انت تستخدم الخدمه اللي هو بيعملها بس كداتا مش كمستخدم ده كونتكست شكرا لكم بالذات في الويب ودي انا لاحظتها كتير وانا بتعلم ان في حاجات ممكن تتشرح دلوقتي
انا ما كنتش فاهمها بنسبة 25%. بس لما تعدي عليا بعد كده انا بفهم بنسبة 100%. دي نقطة مهمة، مفيش فرصة تطلع منه بنسبة 100% ده خالص، ده مستحيل حاجة واحدة ولا حتى 90%. 50% ده كويس، بس زيادة في الويب الموضوع عايز تخيل شوية، انت ما تبقاش متخيل الموضوع بالذات في الباك اند، متخيل الدنيا ايه، لان هي الموضوع بيحصل قدامك بشكل سريع، فانت بتتخيل ان العمليات دي بتحصل بالشكل ده. وفي الاول وفي الاخر مفيش فرصه تطلع منه بنسبه 100%. ذاكر اي حاجه دي، واي كلمه هتذاكرها هتلاقيها بعد كده هتفهمها اكتر وتعرفها اكتر. يعني ذاكر اللي حصل بص، في مستوى هتوصل فيه انت لازم تذاكر الكتاب، يعني في مستوى توصل على الشهاده. انا كنت عادي وبعدين كان عندي كتاب حاجه اتوصل اقرا منه.